ماشي. وضعك العاطفي مش مستقر يا كوس، الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص، وبدون سبب وبدون داعي. انا مش عارفة المشاكل دي جاية منين. القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة، انه هو مش ماني مركزه كده، فاهم قصدي؟ انه شريكه يعني مش هقول مستكفاه، مش مديله قيمته اللي هو عايزها، فاهم قصدي؟ نفسه يبقى عنده سلاح العاطفة والعقل مع بعض، ان هو يعرف يمشي الاثنين مع بعض تقريبا. القوس يا بيشغل ده يا ده، يعني هو عنده يا ده يا ده، ما يعرفش يشغل الاثنين مع بعض، فنفسه يشغل الاثنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك ده. Queen of Wands. نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة، حاسس ان هو مش قائد، مش قائد، ومش بيعرف ياخد الانيشيتيف اللي هو ان هو يبادر بحاجة، مش عارف يبادر. يمكن يكون الشريك اللي معاك يا قوس برجه قيادي قوي، فمأثر عليك، مخليك مش عارف انك انت مش مديلك المساحة بتاعتك، فاهم قصدي؟ بس انت شايف شريكك ازاي؟ شايفه عيلة سعيدة، بيمدك بالعيلة السعيدة. لو انتوا لسه ما ارتبطتوش، فانت شايف فيه العيلة، يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه، صورة حلوة جدا. شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة، ان هو يطلع اجازة معاك، او ان هو لو انتوا لسه ما اتممتوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل، عايز يرتبط بيك. نفسه في ايه؟ يعني غريب قوي ان الكارت ده يظهر في الحته دي. هو حاسس ان انت ظلمه على فكره، او حاسس انك انت مش فاهمه صح، انت مش مقيمه صح، نفسه تفهمه صح، انت مش فاهمه لسه. شايفك ازاي؟ شايفك شخص بيقدم كتير قوي، بيحب جدا وبيقدم كتير قوي، معنى ان هو شايف ده معنى ان هو مقدره، فدي نقطة كويسة جدا. لكن الطاقة ما بينكم يا قوس عاملة كده، بصوا عاملين ازاي. دي خناقة في شارع، دي خناقة كبيرة، يعني خناقات كتير كتير، كل شوية خناقة، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة. فليه كل الخناق ده؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية. دلوقتي يمكن تكونوا في حالة توازن الشهر ده، بس مش هيستمر كتير. يعني انتوا في عندكم، بصوا عاملين زي موج البحر، كل يوم بحال، يعني تتصافوا وتتخانقوا، تتصاحوا وتتصالحوا وتتخانقوا. نصيحتي ليكم بجد، لو الخناقات ماشيه بالنمط ده، خدوا بريك، يعني مش بريك من بعض، خدوا بريك مع بعض، خدوا بريك من المشاكل، وحاولوا تعملوا حاجة تسعدكم انتوا الاثنين مع بعض. كل شوية خناقة. طيب ما انا شايفة، ما انا لاحظت. خدوا بريك بس كده، وحاولوا تروحوا حتة مكان هادي تتكلموا فيه، تلعبوا فيه، اعملوا اي حاجة فيها مرح، فيها حاجة كويسة كده هيقربكم من بعض. بس انا بقولك اللي انا شايفاه يا قوس، شريكك شايف انك انت مش فاهمه صح، مش مقيمه صح، هو مش شديد عليك بالشكل ده، او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفظيع ده. انت ممكن تكون مزودها شويه، يمكن، الله اعلم. عموما في كلتا الحالتين انتوا بتحبوا بعض، الحب واضح، هو شايف حبك ومقدره، وانت شايفه العيله والامان والسعاده العائليه، هتعدي. الناس اللي هيسالوني هنسيب بعض؟ لا، ما حدش هيسيب بعض، هتفضلوا كده تتخانقوا وتتصالحوا وتتخانقوا وتتصالحوا، بس ما فيش حد هيبعد، وما فيش حد هيسيب التاني، ان شاء الله مكملين، وهتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم الصغننه دي حاجات صغننه كلها. شهر ده انا وخطيبي كويسين جدا، بس فاكرين مشاكل نايمه. طيب كويس يا دنيا. ما انا شفت في حاله اتزان، بس مش يعني ان شاء الله تدوم، بس انا شايفه انه الموضوع في تارجح جامد جدا. نقعد احكي معاه من شهرين عشان الخناقه، والله كتير عنيده مع هو عنيد.
انتوا الاثنين يعني بتعندوا ده اوحش حاجه العناد ده، مشاكل ضغط وخناق الشريك مزاجي. اه حلو قوي. السناجل زي ما هما يا مريم، زي مكانك كله مكانه، مفيش جديد لا جديد الشهر ده. كنت هقول لكم ايه، مفيش حد هيسيب، مفيش يعني اتخانقوا زي ما انتوا عايزين، العلاقه مكمله ومفيش بعد ومفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. احنا بقى كل شويه في خناق، وهو قرار انه يبعد فتره. مفيش مانع يهديه لو ده هيديكوا بريك شويه، توحشوا بعض وتعرفوا قيمه بعض وغلاوه بعض عند بعض، مش مشكله. يعني انا موضوع البريك ده بالنسبه لي مش ازمه، بالعكس يبقى كويس. قوس مش عارفه ده صح ولا غلط، يعني ايه مش فاهمه سؤالي كده. اوكي مع احترامي قوس، بس القوس بيطنش الدنيا. والله يا ام حسن ده يعني دي نعمه من عند ربنا، لو يعرف فعلا يطنش الدنيا دي نعمه كبيره جدا. الحاله النفسيه هتظبط في الزواج ولا لا يا ميمي؟ انا واضح عندي ان هي لسه مش مستقره، الشهر ده مش مستقره، بس الموضوع في ايديكم يا جماعه. يعني انا بقول لكم مفيش حد هيبعد، مفيش بعد، مفيش انفصال، مفيش طلاق بعد الشهر، مفيش فسخ خطوبه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، انتوا مكملين بس بتتخانقوا كتير. يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخناق، بمعنى ان واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه ويقعد يحاول يستفزه اكتر، لا يحاول يبعد يقدر. طيب خلاص انت متعصبه دلوقتي، انا هسيبك بس لغايه ما تهدي. مش هيحصل اي حاجه على فكره خالص، هتهدى وهتتكلم معاها، هتلاقيها شخصيه طبيعيه جدا مش مجنونه، لكن هتيجي تقف في وشها وهي متعصبه هتسمعها كلام مش ظريف. ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، هو داخل متعصب تقفي في وشه وتقولي له حاجه تنرفزه اكيد هتتخانقوا. شايفاه مزعبك خلاص تاني شويه حبيبي، مع شكلك متعصب دلوقتي نتكلم بعدين، الموضوع مش ضروري يعني. يتاجل، فاهمين قصدي؟ عشان تتفادوا الكلاش ده، فاهمين قصدي؟ اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي. نشوف بقى ايه الحاله العامه للمجموعه الثالثه والاخيره لبرج القوس. ابني صاحي لحد دلوقتي، يعني انا بجد مش عارفه اعمل في نفسي ايه. المجموعه الثالثه عندهم ارتباط، وارتباط تقريبا شكله جديد، نايت اوف كابس. خلينا نشوف بس اول حاجه هنا، القوس ماسك على مشاعره او ماسك على حاجه، ماسك على اهتمام، ماسك على وقت، ماسك على فلوس، ماسك على مشاعر، في حاجه ماسك عليها، بس ده لانه اتقرص. يعني لو هو ماسك على فلوس فلانه هو مقروص وبقى عارف قيمه الفلوس اللي معاه ومش عايز يحطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح. لو هو مشاعر فهو اخذ برضو درس وتعلم كويس من علاقه سابقه ادى فيها مشاعر كتير قوي وخذل، فقرر ان هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسهل. وانا يعني انا اؤيد هذا الموضوع ده جدا، ما فيش مشكله خالص، صح. نفس الشخص اللي عند المجموعه الاولى اللي كان اهو الصغير ده اللي عمال يسحب طاقتك الايجابيه ياخدها ليه ويديك سلبيه مكانها، ده مأثر عليك بالخوف، محسك بالخوف، بيقلقك. مش اي داعي للقلق على فكره. صحيح انا مش شايفه تطور في الحاله الماديه، بس شايفه ان الصحه الحمد لله كويسه، مفيش مشاكل صحيه. بس هو في زعل، في ندم، والندم ده عن قرار يقوس. الحيره نفس الحيره، في قرار انت عايز بتاخده، القرار ده هتندم عليه، هتحس ان في ندم، انت ندمت وعملت خطوه غلط. اوكي طيب نتفادى الموضوع ده ازاي؟ لو في قرارات مهمه داخلين عليها الشهر ده اجلوها، لو ينفع لو تقدروا تاجلوها، حاولوا تاجلوا القرارات دي عشان تتفادوا الندم ده. ده في ندم، انا شايفه حاله ندم، يا رب ما تكونش حصلت اوريدي، واللي لسه يعني ما حصلتش عنده. لو في قرار هتقع فيه هيقع قدامك يعني الفتره دي اجله، كويس. طيب نايت اوف كابس ده بقى، هنا في آه
هي مش علاقة جديدة، لا دي مش علاقة جديدة، ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس، مفيش أي جديد عنده الشهر ده بالنسبة للارتباطات الجديدة. سوري. لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وظريف معي، عكس المجموعة التانية اللي احنا شفناها. ارتباط قوي جدا، الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا، ما عملوش الحفله بتاعت الخطوبه او حفله الفرح، باذن الله هتتم مراسم الخطوبه والفرح اهي ان شاء الله هتتم. عندك تحول يا قوس انت كمان، واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرى حياتك، يمكن هتبقى اكتر اتزان، هتبقى اكتر التزام، ممكن في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك، هتبتدي تلتزم اكتر، وانا شايفه ان هو التزام، وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا. حاجه حلوه قوي قوي، قرايه تحفه، هلخصها بسرعه. في هنا ماسك على حاجة، لو انت مقلل اهتمامك بشريك او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس، خلي الموضوع وسطي شوية، بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بيهم كفاية. في شخص جنبك برضو بيوحي لك او بيدي لك نصايح مش كويسة، او بيوحي لك بطاقات سلبية حواليك، وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة، مسبب لك مخاوف. اوكي. في هنا ارتباط كويس بشريكك، مرتبط بالشريك اللي معاك جدا ومهتم بيه وبتعامله بطريقه كويسه، فيها جنتلنس كده. في قرار انت محتار تاخده، بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم، هتقول يا ريتني ما عملت. زي ما قلنا في هنا اتمام لفرح او جواز، او الناس اللي متجوزين اوريدي ممكن تكون اجازه، يعني هيطلعوا اجازه مع بعض. هتغير من حياتك الارتباط ده اللي هيتم ارتباطهم الشهر ده، اكيد طبعا للاحسن. هتكون انا شايفه ان هتكون اكتر التزام. شابو ميرسي يا مازن. ميزان حاضر يا ليلى من عينيا. يا حبيبتي يا منار الله يسلمك، انتي وحشتيني جدا جدا. طيب كده ميزان وجدي بيطلبوا كتير. دي المجموعه الثالثه يا دينا. الحمل يا براتي شويه كده، لان انا قريته اوريدي، فعايزه اخلص بس الابراج اللي انا ما قريتهاش وهرجع للحمل تاني. انا قريته قبل الصفحه ما تتقفل واتمسح للاسف، فان شاء الله هقراه لكم تاني. حبيبتي يا نوره ميرسي يا روحي. في كروت مقلوبة. العذراء حاضر حاضر حاضر. مفيش انفصال يا نسرين خالص، ولا انفصالة واحدة، مفيش أي انفصالات، محدش هينفصل، قاعدين على قلب بعض. اوكي. البث ما فصلش يا لحن الحياة شغال حبيبتي. ايمان مفيش رد في ايه يا حبيبتي؟ لولا بليز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه، لان انا كنت في قرايه والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص. طبعا يا وليد لا انا من غيب الا الله ونعم بالله. طبعا حمل هنعيده حاضر. متى الميزان؟ قريب جدا. انا هحاول اختصر بسرعه عشان اخلص الابراج كلها بسرعه. جدي انا شايفه الجدي بيطلب كتير. الجوزاء انا قلته يا مريهان على يوتيوب ساعه لما الصفحه كانت مقفوله في الفتره دي ونزلته على الصفحه، الجوزاء هتلاقيه موجود عندك حبيبتي. هحاول اقطعه لكم كده واظبطه لكم واشيل لكم منه التحيات والحاجات دي. اوكي. طيب يا وليد قلنا لك طيب انه لا يعلم ما غيب الا الله، بتشتم ليه؟ طيب تعالى تعالى، انت هتعمل لك بان اوريدي بلوك. اوكي اوكي. طب يلا نشوف الحاله العاطفيه بقى. هذا خلاص ليه يا هند؟ صح، العلاقه الثلاثيه ومحتار اختارني. اوكي. خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاثنين، خلي بالك. أو يبقى طلاق بين القوس والميزان. مفيش طلاق عند القوس خالص يا صاحبة الثوب، مفيش طلاق خالص.
ربنا يهدي القوس. طبعا حمل امتى؟ هنعيده تاني يا رحب قريب. حاضر. العقرب. حاضر. اهلا بيكي يا سعاد وانا احبك. صبح صبح يا شيمة، ازيك يا روحي؟ عندك وحش جدا، ضعيف قوي فعلا يا انجل. دي حقيقة الانترنت عندي مش كويس، حتى الصورة سيئة، الصورة سيئة جدا. بعتذر عن اللايف النهاردة، في مكالمة هتحصل بيني وبنتي اديتا بعد ما نخلص اللايف، مكالمة مش ظريفة. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة برج القوس، الحالة العاطفية من، انا سوري ما قلتش التواريخ، ده من 10 لحد 21 ديسمبر. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي القوس عايز ايه؟ القوس عايز يجمد العلاقه، يعني عايز يوسف صوتك. القوس عايز العلاقه زي ما تقولوا ايه، توقف كده، وقف كده، وقف هنا كده ثانيه واحده، زي ما تقول ايه، دوس باوز ثانيه واحده كده. لا في خناقه، داخل على خناقه، داخل على خناقه، عايز يتخانق، عايز يتخانق، وعنده جواه حاجات وعايز يطلعها، وفي حاجات مش ظريفه. شايف شريكه ازاي؟ شايفه شخص كريم. اوكي كارما، لو حصل انفصال ان شاء الله في رجوع. الطاقة ما بينكم فيها مشاكل كتير، تعب تعب جامد. اوكي شريكك عايز ايه؟ شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتها. كويس، نفسه في ايه؟ نفسه يساعدك، هو عايز يساعدك. تمام، شايفك ازاي؟ ركزوا بقى معايا قوي بقى في شايفك ازاي. شايفك يا اما مسحور او محسود، شايفك كده. انت بتتصرف من غير منطق، هو حاسس ان انت بتتصرف من غير منطق، نفسه يساعدك. اوكي وانت عايز تتخانق، شايفين الدنيا عامله ازاي؟ عايده تاني. القوس عايز ايه؟ مش عايز يعمل حاجه، عايز يفضل قاعد كده ويوقف كده العلاقة، وايه، وقف وقف اقف في مكانك كده، بنبص كده نشوف ايه اللي بيحصل هنا. اوكي خناقة، عايز تخانق. اوكي شايف شريكك شخص كريم، شخص كويس، شريكك عايز يعمل خطوة بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك. شكل الحاجتين دول مرتبطين ببعض، ان الحاجة اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي، ان هو يساعدك بس خايف المساعدة دي ما تكونش صح. شايفك ازاي؟ شايفك مسحور او محسود. الطاقة ما بينكم زي ما قلت لكم فيها تعب جامد، تعب تعب غير طبيعي. اللي عنده لو القراية دي منطبقة عليكم بليز اكشفوا اكشفوا، شوفوا ايه الموضوع. ولو حسد اقروا يا جماعة، اقروا، حصنوا نفسكم من الحسد. لما تشوفوا حد، اي حد، قولوا معوذتين جواكوا، البسوا خرز ازرق، حاجه حجر ازرق، الفيروز حلو جدا الحسد لو الموضوع حسد. وشوفوا لو الموضوع فيه سحر، يعني لو الموضوع كبر يعني وعدى مرحله الحسد وبقى سحر، يعني شوفوا ايه الموضوع. بس شريكك بيحبك يا قوس، مش عايز يسيبك وعايز يساعدك. داخلين على مغامره الشهر ده، في مغامره هتعملوها وفي معافاه. الله اكبر، في معافاة من تعب كان طويل طويل، تعب طويل ان شاء الله في معافاة منها، وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر. بسم الله ما شاء الله، انا اشعرت القراية حلوة قوي قوي ما شاء الله. القراية افتكر واضحة ومفهومة،
يا حبيبتي يا اروى يا خلاصي على البنات العسليات اللي بيعاكسوني دول. طبعا يا الاء ممكن اقول لك، بصي هو هجيبهولك او هصوره واحطه في الجروب. انت دخلتي الجروب ولا لسه؟ انا هظبط بس الجروب، عملت جروب جديد يا جماعه، اسمه اميره ادلبي، بنفس اسمي ده، اسمه مؤقت يعني، وبعد كده هغيره. القوس في عمل، القوس في عمل. طيب خلاص وصلت المسج. شوفي بقى ظبطي امورك كده، لان هو ده مبوظ لك العلاقه خالص. هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى، علشان هما هنا في ولاد طبعا مش عايزين الهبل ده، يقعد لما نشوف مانيكير ولون السبب والميك اب والحاجات دي. بنبقى نعمل لايف في جروب اسمه اميره ادلبي، دوروا عليه هتلاقوه. خناقه، بحب الخناق، بحب الخناق قوي الصراحه، انا عايز الخناق. ايه بنت ربنا ما يجيب خناق، ده وجع قلبي يا شيخ. لايك هنا، حاضر، خدي لايك يا ايمان، خدي قلب. طب يا جماعه انا الانترنت النهارده مش مساعدني ان انا اقرا قرايه مجانيه، معلش سامحوني والله. فعلا ميرسي يا عبير، كان كله صح، هايل، ميرسي يا هلا. I love you too يا ايمان from Tunisia، صح؟ منوراني راح قلبي. انا شريكي القوس تعبت منه جدا، هو القوس. طب ما تشوفي كده يا عبير، شكله محسود او مسحور في حاجه عنده مش صح. صحيح كلامك، بشكرك يا روز. كيمو. انا مش عارفه انت بنت ولا ولد، بس شكلك ولد. اه كيمو، ابعت للصفحه بليز. تروحوا للشيخ، بتروحوا للشيخ يا بقى. انا بيبان عندي في القرايات، يعني انا ساعات في القرايات بتبان عندي، بس انا مش عايزه اقول لكم كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للقرايه عشان تكشفوا على حاجه زي كده. لا ما تجيلوش انا تكشفوا على حاجه زي كده، بليز اكشفوا عند الناس متخصصه. شيخ، روحوا للشيخ يشوف في حاجه ولا لا، اذا كان في سحر او حاجه معمول لكم ولا لا. صح فعلا، طريق اختي كان كده بالفعل. اوكي، والحمد لله خفوا بقى، كويس كويس قوي. ناجيه عطوب بتتعصبي، عطوب بتتخانقي، ده شطان حبيبه قلبي، يعني اتليست مع فرتك. فالذكر حبيبتي، ايه اذكري ربنا كتير وكده، واستغفري كتير، واعملي الحاجات دي كلها على فكره بتزهقوا وبيخرج. كل كلامك مظبوط، بشكرك يا هلا جدا جدا، ده حقيقي. ثانك يو يا ساسو حبايب قلبي. طيب ان شاء الله نعوضها اللايف اللي جاي، نعمل اسئله. ليه يا انجل زعلانه ليه يا حبيبتي؟ الانترنت وحش قوي يا جماعه والله، وانا كل ده شغاله بالباقه بتاعه التليفون، وهتفصل كمان شويه، وزي ما انتم شايفين الصوره وحشه جدا. قلت لي القوس ماله بقى، انا هقفل يا اسراء، وعيدي بقى تشوفي بقى القوس ماله، اتفرجي اسمعي كل حاجه. حبيبتي يا ملك، حبيبتي تسلمي لي، على طول خناق وشريكي وشريك نكدي، معلش نسري. بصوا لو هو نكدي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده، معلش اعذريه، هو مش يعني مش قاصد، هو ما يقصدش. بشكرك يا زوزو قوي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، تسلمي لي حبايبي. يلا اسيبكم على خير، تصبحوا على خير، واشوفكم ان شاء الله. هحاول نطلع بكره. نقول ايه بكره؟ نقول الطور، نقول الطور بقى ولا الجدي؟ نقول الجدي الاول، معلش نقول الجدي عشان جدي طلب كتير قوي قوي قوي، هنقول الجدي ان شاء الله، ان شاء الله بكره، اوكي؟ اشوفكم بكره، هحاول اطلع بدري عن كده كمان. يلا اشوفكم على خير، وخلي بالكم على نفسكم، باي باي.